تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنت تشوف العنوان، غادي نديرو على شكل 10 أسئلة أكثر تكرار في الامتحان الوطني بخصوص ثنائي القطب إرسي. يعني غادي نشوف، لأنه مجموعة من التلامذة تكرروا هاد كيقول لي أستاذ الأسئلة ولا كيفاش غادي نراجع في ظل هاد الظروف اللي كنعيشوها دابا، وهاد هاد القطاع عن الدراسة. قررت أنني نجمع لكم ثنائي درس ثنائي القطب إرسي في 10 أسئلة، 10 أسئلة الأكثر تكرار في الامتحان الوطني، يعني اللي ممكن أنكم تلقاوها في الامتحانات الوطنية. شوفوا كاع الامتحانات الوطنية تلقاوها كتعاود هاد الأسئلة هادي. غادي نبدأ بأول سؤال، هو بين على الدارة كيفية ربط كاشف التذبذب لمعاينة التوتر بين مربطي المكتف. هذا السؤال وارد في الامتحانات الوطنية، بين على الدارة كيفية ربط كاشف التذبذب. Comment peut-on brancher un oscilloscope pour visualiser la tension UC كاشف التذبذب اللي هو oscilloscope بالفرنسية لمعاينة التوتر UC. هنا فاش كتبغي تقرا انت السؤال، هل المهم عندك معاينة اش بور فيزياليز باش نشوفو اش معاينة، يعني نشوفو التوتر اس. دونك حنا كنعرفو كاشف التذبذب ولا لوسيلوسكوب ثنائي قطب، عندو قطب موجب وعندو قطب سالب. الدارة الكهربائية حنا كنرمزو للقطب الموجب بسهم، والقطب السالب نرمز له بما يسمى الهيكل لاماس، هذا كنسميوه المدخل ولا لافوا، وهذا الهيكل ولا لاماس. اذا فاش كنبغي نبرونشي كاشف التذبذب خاصني نعرف فين بغيت نبرونشي، فين طلبوا مني نبرونشي، وفين هو القطب الموجب وفين هو القطب السالب. لان الموجب ديال كاشف التذبذب خصو يمشي مع الموجب، والسالب خصو يمشي مع السالب. اذا انا في الداره ديالي مثلا، ناخذ هذه الداره هذه اللي هي دارات الشحن، فيها مولد قاطع تيار موصل اومي مكتف. دونك التوتر دايز من هنا، شتو التوتر ديال المولد هو هذا. اذا اصطلاح المولد لا كونفونسيون جينيراتور، التيار حتى هو دايز في هذه المنحه. حنا كنعرفوا التيار كيمشي من الموجب، الا كان هذا يعني هذا موجب هذا غيكون سالب. سيروا معايا دابا، هذا موجب، هذا غيكون موجب، هذا غيكون سالب، هذا غادي يكون موجب هذا القطب، وهذا غادي يكون قطب سالب باش يرتبط مع السالب. هكا كنمشيو كنمشيو موجب سالب موجب سالب سالب. اذا حنا بغينا نشوفو التوتر اي سي، ها الموجب ديال اي سي شتو هو هذا، هو هذا القطب هذا. اذا هنا غيكون السهم لا فلاش، والهيكل غيكون في القطب السالب هاو هنا. اذا هذا هو التوتر اي سي هاو، فاهمين؟ هنا في التفريغ، في التفريغ المكتف، دونك كنمشي بنفس الطريقه تفريغ المكتف. مثلا انا هذا المكتف هذا برونشيتو، هو هذا برونشيتو مع المولد، من بعد حيدته من المولد درتو مع موصل اومي اخر اه هاو. اذا هذا هو الموجب وهذا هو السالب، السالب كيكون فيه الهيكل والموجب تيكون فيه السهم، فاهمين؟ مزيان. شوفوا دابا نطبقوا على يو ار، شكون قالوا لي السؤال بين مربطي يو ار؟ ها يو ار هو التوتر المقاومه ياك، ها الموجب ديالها هو هذا، اسمع ليا، هذا هو الموجب وهذا هو السالب. اذا هنا مدخل وهنا الهيكل، فاهمين؟ هنا الموجب وهنا السالب، يعني مدخل هيكل. سي بون. الا بغينا نشوفوهم بجوج في دقه واحده، جوج في دقه واحده، بغينا نشوفو اي ار و اي سي، هنا غدير واحد الحاجه، هنا غادي تشوف النقطه المشتركه بيناتهم بجوج. مثلا اي ار و اي سي النقطه المشتركه، المشتركين مشتركين هنا ياك، البلاصه فين كان مشتركين كنديرو فيها الهيكل السالب، والبلايص الاخرى هنا غيكون
مدخل الاول سميه إجريك واحد وانا غيكون المدخل الثاني إجريك جوج. البلاصه فين مشتركين كنديروا فيها الهيكل، البلاصه اللي مشتركين فيها النقطه اللي كيشتركوا فيها بجوج كنديروا فيها الهيكل، والنقط الاخرين نديروا فيها المدخل. صافي، مثلا حنا بغينا نشوفوا التوتر بين مربطي المولد دابا المولد والمكتف. شوفوا معايا المولد والمكتف، هالمولد من هنا لهنا، ها المولد والمكتف فين كيتشاركوا بجوج؟ هنا هاد النقطة راه هاد النقطة بحال بحال، حيت ما كاين هنا والو، هنا خاوي كاين والو هنا. إذا الهيكل القطب السالب غيكون هنا، يا إما ديرو هنا يا إما ديرو هنا بحال بحال، وهنايا غيكون إكريك واحد وهنا غيكون إكريك جوج، هكا غادي نديرو صافي. هكا تركيب ديال الكاشف التذبذب في أي دارة، في أي دارة كيف ما كانت، هم حتى في الإغ إل، حتى في الإغ إل سي. مزيان، شو السؤال جوج؟ السؤال جوج غنهضرو فيه على المعادلات التفاضلية اللي كاينة في الامتحانات الوطني. بما أننا تنهضرو على الدار على إغ سي، يعني عندي يا إما شحن المكتف غيكون فيها مولي كيف كيف درنا قبيلة، موصل أومي ومكتف. مولد عنده توتر او. هنا ما فيها باش نذكركم العلاقات اللي كاينه في هذا الدرس هذا في الاغ سي، عقلوا على هذه العلاقات. اي سي كيساوي كيو على سي، توتر بين مربطين مكتف، لا طونسيون بوند كوندونساتور، كيو على سي كيو هي الشحنه، الشحنه اللي كيشارجي بها المكتف. شده التيار دي كيو على دي تي، توتر بين مربطين موصل اومي R fois I la tension bande conducteur ohmique. Ok, là, à la carte, on dit A par I, I, que ça veut dire Q à la delta T. Mais nous allons nous confier à la carte. Il y a un sujet خاص بهاد العلاقة. دابا ما نخدموش بها، ولكن خليوها تذكروها معايا حتى آخر سؤال، هو السؤال ما قبل الأخير، سؤال 9 غنشوفو. يلا سيروا معايا هنايا. إن فوا تنعطيكم التوتر في هذه المنحة، سيتادير بأن التيار حتى هو هنا، وبالتالي هادو كيتسماو مستقبلات دي ريسيبتور. باش نفرقهم على المولد، منحة التوتر ديالو كيكون عكس منحة التيار، في آر، يعني متعاكس مع إي. إي دابا إلا دايزة هنايا، هي داخلة من هنا ياك، دونك ها إيسي الفوق، إيسي. إلا قالك دابا أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها التوتر U C. فيريفي إيطابلي ليكوسيون ديفيرونسي فيريفي باغ U C، معادلة U C. كنبداو بقانون إضافية التوترات، حسب قانون إضافية التوترات، كتبها لي هاكا. دابخي لا لوا داديتيفيتي دي تونسيون. دابخي لا لوا داديتيفيتي أديتيفيتي ديتونسيون. شنو هو هذا القانون؟ هذا قانون إضافية التوترات، كتجمع التوترات بحال المتجهات، سير معايا بحال المتجهة، U C زائد U R يساوي E، U C زائد U R يساوي حنا بغينا ديال U C، يعني U C غتبقى هاهي U C. هاد إي إر ما بغيناهاش، ما عندنا ما نديرو بها، شنو غنديرو بها؟ غنعوضوها، باش نعوضو إي إر، هاهما العلاقات ديالناهم، هاد العلاقات بربعة تعقلو عليهم، هي إر فوا إي تساوي إي، هاد إي ما بغيناهاش باش نعوضوها، راه هي العلاقة ديالنا، دونك إي سي زائد إر دي كيو على دي تي يساوي إي، هاد كيو خصها تاني تحيد، دونك كيو هاهي من هنا نجيبوها، كيو كتساوي سي مضروبة في إي سي. دونك غتولي عندنا U C زائد R D C U C على D T يساوي غير التعويض، دابا كنعوض وحدة في وحدة. إذا هادي تعطينا U C زائد هاد C تخرج من الإشتقاق لأنها ثابتة، نخرجو هنا حيت هذا عدد، C راه عدد مضروب في دالة، هاهو مضروب،
اذا نخرجوا غتولي ار سي دي او سي على دي تي يساوي او. هذه هي المعادله التفاضليه هي هذه فاهمين. نمشيو دابا للتفريع حيت غنخدموا عليهم بجوج على حساب مثلا التمرين. وضعوا راسكم معايا في واحد التمرين مثلا دخلتي الامتحان الوطني لقيتي التمرين فيه شحن مكتف قال لك عطيني المعادله التفاضليه حق التوتر او سي ها هي قانون اضافيه التوترات تعوض بحال هكا ما يخصك حتى شي حاجه النقطه ديالك تاخذها. قال لك في حاله تفريغ مثلا التمرين فيه تفريغ مكتف ديشارج كوندنساتور يعني المكتف غادي يكون مع موصل اومي فاهمين. دونك المكتف غيكون مع موصل اومي هو اللي تيعطي المكتف تيعطي التيار الكهربائي ولكن انا غادي ناخذ التيار ديال الشحن باش ما نخربقكمش ناخذ التيار ديال الشحن خصو يكون اي سي عكس المنحه باش ما تخربقوش لان ما عندناش الوقت باش نبقاو نشرحوا لكم التيار السالب والتيار الموجب. دونك اي ار سي خصها تكون كي خصها تكون اي ار لتحت لان التيار هذا نورمالمون الى جاي هكا راه جاي هكا ياك بحال هكا يعني خصك اي ار تكون معاكسه معاه او التيار طالع من التحت خصها تكون معاكسه. اذا حسب قانون اضافيه التوترات حسب قانون اضافيه التوترات او سي زائد او ار يساوي دابا صفر. ممكن ديروا على حاجه متجهات شنو لاحظوا هذا المتجه او سي شنو كتساوي هي متعاكسه مع او ار ياك يعني او سي تساوي ناقص او ار او سي مع او ار متعاكسين دونك او سي يساوي ناقص او ار يعني او سي زائد او ار يساوي صفر شتيها. اذا هي او سي او ار نعوضوها ار اي تساوي صفر او سي زائد ار اي شنو هي هي دي كي على دي تي تساوي صفر وكي باش نعوضوها كيف قبيله سي فوا او سي دونك تعطينا او سي زائد ار سي دي او سي على دي تي تساوي صفر. ها المعادله التفاضليه في حاله التفريغ جوج معادلات تفاضليه حاله الشحن حاله التفريغ هادي ديالاش ديال او سي ماشي غادي تمشي انت تسول السؤال مثلا تنزل عليها ديريكت لا خاصك تشوف السؤال ديال واش التي يحققها او سي اللي بغاو حققها التوتر او سي مزيان دير وحده من هاد الجوج على حساب واش عندك شحن ولا عندك تفريغ. نمشيو للسؤال ثلاثة لا باردون نكملوا في السؤال جوج ولكن دابا الى طلبوا منك المعادله تحققها الشحنه كي المعادلة تحققها الشحنة كي دائما علاقات كي يساوي سي فوا او سي اي ار يساوي ار في اي اي تساوي دي كي على دي تي ديما هادو حطهم حداك تتحفظهم مزيان عاد مبقاش ديرهم. دونك في الشحن المكتف كنبداو عاوتاني قانون اضافية التوترات حسب قانون اضافية التوترات شنو عندنا او سي زائد او ار يساوي او ياك دونك سميتها الدارة هي اللي شفنا قبيله هادي اللي رسمت انا دابا هنا دابا ما بغينا لا او سي لا او ار بغينا كو دونك او سي نعوضها باش نعوضو او سي هاهي او سي هي كو على سي او ار ار في اي يساوي او هي كو على سي اغ شناهي اي ها هي عطاونا دي كي على دي تي تساوي او مزيان هنا لقيتها بغيت نضرب كلشي في السي نضرب كلشي في السي نضرب كلشي في السي نحيدها من هنايا ماشي مشكل غاتجي عندنا كي زائد اغ سي دي كي على دي تي يساوي سي فوا او ولا او فوا سي هاهي المعادلة التفاضلية. غير واحد الحاجة ردو ليها البال بعض الخطرات تطلب منكم شي معادله يقول لكم مثلا القليل المعادله تكتب على شكل بحال هكا كي على الفا زائد دي كي على دي تي تساوي ا
ما تخلعش الا شتي بحال هكا، خدم المعادله ديالك كيف كنخدموها ديما هكا. مثلا وصلت انا لهنا، مثلا وصلت لهادي اللي مأطر انا هنا، تنقول شنو هو الفرق ما بين هادي وهادي؟ شنو الفرق؟ انا كيو عطوني هنايا مقسوم على واحد العدد الفا ما معروفش، انا كيو لقيتو مقسوم على حتى شي حاجه. دي كيو على دي تي حدا المعامل شحال هنا واحد، دي كيو على دي تي انا لقيت حدا مضروبه فيها اغ سي، خاصني نحيد، تنقول خاصني نحيد الاغ سي من هنا باش تكون هنا واحد، خاصني نحيد الاغ سي. كندير لها نقسم كل، نقسم هنا على اغ سي، دونك نقسم كلشي على اغ سي. الا قسمت كلشي على اغ سي شنو تعطيني؟ قسم كلشي كلشي حتى هذاك، غتولي كيو على اغ سي زائد الا قسمنا هنا على اغ سي، اغ سي مع اغ سي مشات، غتولي هنا دي كيو على دي تي. قسم هنا على اغ سي غتولي هي او على اغ، ها هي ا وها هي الفا. شتو يعني؟ الا عطاكم شي شكل هما حاول انت تلقاه، غير المقارنة، قارن بلاصة فين كاين واحد المعامل ما كاينش، البلاصة فين كاين المعامل، وبقى تقلب تتلقى. وغتستعمل غير القسمة، هي القسمة اللي كنستعملو بزاف. حالة التفريغ كنعرفو قانون إضافية التوترات، عاوتاني دائما بداو به حسب قانون إضافية التوترات دابخي لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. دونك تعطينا U C بلس U R يساوي صفر، عاوتاني كيو على سي زائد ار فوا اي يساوي صفر، كيو على سي زائد ار دي كي على دي تي يساوي صفر. نضرب كل شيء مثلا في سي، تولي كيو زائد ار فوا سي دي كي على دي تي يساوي صفر. كتلاحظوا بان في التفريغ كتكون صفر، وفي الشحن كتكون يا اما او يا اما سي فوا او. سي بون مزيان. دابا السؤال هذا هو الثاني، ممكن انه يتحط لك، وارد انه يتحط لك في امتحان الوطن معادله تفاضليه يا اما ديال او سي يا اما ديال كيو. انا هنا تنسيب لي الاس في تي والبي سي، هما اللي كنسيب لي انا بزاف لي سيونس مات، يعني معادلات اخرى ما تنهضرش عليهم، انا شي كنهضر دابا على الاس في تي والبي سي. فاهمين؟ مزيان. السؤال جوج دابا كيتسمى حل المعادله التفاضليه، لا سوليسيون دو ليكواسيون. دونك تقول لك حل المعادله التفاضليه كتبوا على الشكل اي سي دو تي يساوي ا عامل لواحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو. مثلا تقول لك اوجد ا و طو، القاليه ا والقاليه طو، هاد المجاهيل نلقاهم هاد ا و هاد طو، كتصاوب بالعربي والفرنسي ترجمتها هنا. شنو غدير؟ غادي تشد هاد الحل هذا وغادي تعوضو في المعادله التفاضليه. فاهمين؟ دونك غادي ناخذ لدينا المعادله التفاضليه ديال الشحن. دابا كنهضر على الشحن يو سي، هنا راه الشحن دابا لا شارج. يو سي زائد ار سي دي يو سي على دي تي يساوي او. ندير واحد الطريقه مبسطه، انا لاحظ انا عندي دي اس على دي تي، غندير الشقاق هو الاول. يلا غادي نقوم بالشقاق هو الاول، دي اس على دي تي يعني هي دي ديال ا عامل لواحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو على دي تي. اس هي هاد اس، هادي هاد اس راه هي هادي اللي عطينا هنايا اللي مكادرين هنا. دونك اش عطينا لي دي اس على دي تي ا مضروبه في هذا العدد ياك، العدد نخرجوها تولي ا الاشتقاق ديال واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو على دي تي. كنعرفوا ان الاشتقاق ديال واحد هو صفر ياك، يبقى لنا الاشتقاق ديال اكسبونونسيال. شوف الاكسبونونسيال ناقص تي على طو الاشتقاق ديالها في الرياضيات هو ناقص واحد على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو، هذا هو الاشتقاق ديالها. اكسبونونسيال ناقص تي على طو اشتقاق هو ناقص واحد على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو. اذن الى بغينا نشتقو حنا هاد الاكسبونونسيال هذا، الاشتقاق ديالو هو ناقص واحد على طو، ناقص مع هاد الناقص، هاد الناقص هاد ديال الاشتقاق اللي جاتنا من الفوق من هنايا حيت رانا نهبطو هادي لتحت، ناقص واحد على طو مع ناقص هي زائد واحد على طو. غتولي عندنا هي ا مضروبه في واحد على طو
اكسبونسيال ناقص تي على حيت واحد الشغل ديالها هو صفر. احنا شقينا الاكسبونسيال شقينا دي اس ندير نعوضها صافي. عقلوا على الشقاق واحد دي اس على اكسبونسيال ناقص تي على الشقاق ديالها هو ناقص واحد على اكسبونسيال ناقص تي على. اذا نعوض دابا في الاس نعوض في المعادله اون انجكت دون لا سولي دون ليكواسيون ديفيرونسيال نعوض في المعادله التفاضليه شنو تعطينا اي سي هي هذيك ها هي اي سي هي ا عامل لواحد ناقص اكسبونسيال ناقص تي على زائد ار سي اشنو هي دي اس على دي تي ها هي دي اس على دي تي شنو ها هي لقيتها يعني هي ا في واحد على طو اكسبونسيال ناقص تي على طو يساوي ا. نشرح هذيك هاد ا عامل لواحد نشرح هي ا ناقص A إكسبونسيال ناقص تي على طو زائد RC في A في واحد على طو إكسبونسيال ناقص تي على طو يساوي E. كنوصل هنا كيبان لي واحد كاين واحد التعميل. شوف هنايا كاين A على طو هاهي شتي A إكسبونسيال هاهي وكاين هنا A إكسبونسيال هاهي نعملو بها A إكسبونسيال ناقص تي على طو عامل الى حيدنا من هنا ا اكسبونونسييل من هنا شنو يبقى ليا ناقص واحد لان الى حيدنا يبقى ناقص واحد ناقص واحد زائد هنا الى حيدنا ا اكسبونونسييل شنو يبقى ليا ار سي واحد على طول هاد ا ما دخلش التعميل هذا بوحده زائد ا نديرها بوحده هنايا يساوي او. نوصل هاد المرحله هادي كنقول بان ا تساوي او هاد ثابته كونستانت هادي خصها تساوي كونستانت حيت هادي ماشي ثابته هادي داله هادي اف دو اكس داله ما يمكنش تساوي كونستانت اذا الثابته تساوي ثابته ا يساوي او ناقص واحد زائد ار سي في واحد على طو يساوي صفر. اذا هادي تعطينا ا تساوي او و ار سي على طو يساوي واحد ياك لان ار سي في واحد هي ار سي. اذا هذه تعطينا بان ا يساوي او وطو تساوي ار فوا سي حيت الى طلعنا الطو لهاد الجهه طو في واحد هي طو تولي طو تساوي ار فوا سي فوالا حنا لقيناهم. فاش تلقاهم الله يرضي عليكم فاش تلقاو ال ا و او عوضوهم على الاقل تعوضوا اذا اي سي دي تي شناهي ا هي او ياك اذا هي او عامل لواحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو ماشي مشكل الا ما عوضتيش طو ماشي مشكل عوض ليها غير او غير ا زعما وطو خليها هي ار فوا سي ولا عوضها ولا ما تعوضهاش ماشي مشكل طو. المهم عندنا هي هادي صافي فوالا هادي الطريقه باش كندير حل المعادله التفاضليه. هذا سؤال وارد في امتحانات الوطنية. غنشوفو دابا الا كانت المعادله هي كي الا صادفتي انت معادله الشحنه بحال العام اللي فات في لي بي سي معادله الشحنه وقال لك حل المعادله تبغي تكتب على الشكل او جيت اواط غادي نديرو لدينا نكتب عاوتاني المعادله هي كي زائد ار سي دي كي على دي تي يساوي سي فوا او. غادي نمشي ندير الاشتقاق هو الاول بوحدو دي كي على دي تي يساوي الاشتقاق ديال ا عامل لواحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو على دي تي يساوي ا خارجها هي ا لأنها ثابتة نخرجوها ا في الاشتقاق ديال واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو. أنا فاش كنقول لكم ديرو هكا مبغيتكمش ديروها ديريكت باش ما يقولش المصحح بأنك راك حافظها دير بحال هكا لأنه راك عارف شنو كدير. أشنو قلنا الاشتقاق ديال اكسبونونسيال هو واحد على طو غتولي عندنا ا هادي الاشتقاق ديال واحد هو صفر وهذا شنو قلنا الاشتقاق ديالو هو واحد على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو ياك هي اللي غنعوض هي واحد على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو. اذا نجي نعوض في المعادله كي غنعوضها بهذا الشيء غتولي هي ا عامل لواحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو زائد ار سي في دي كي هي ا في واحد على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو يساوي سي فوا او. نشر هاد ا
A ناقص A إكسبونونسيال ناقص T على طو زائد RC في A في واحد على طو إكسبونونسيال ناقص T على طو يساوي C في واحد. عاود ثاني هنا شنو كنلاحظ؟ عندي واحد التعميل، ها هي الـ A إكسبونونسيال كاين هنا وكاين هنا، نعمل بها دونك A إكسبونونسيال ناقص T على طو عامل ناقص واحد، هنايا A إكسبونونسيال تبقى بلاصتها ناقص واحد، وهنا RC في واحد على طو زائد RC نضربها في واحد على طو يساوي C في واحد. نسيت شيز، انا نسيت نيت لان ما ركزتش. دونك زائد هذه ما دخلتش التعميل يساوي الصفر. ركزوا مزيان في هذه اخطاء بسيطه تقدر تدي لك النقطه. يساوي الصفر لان كونستانت قلنا قبيله تساوي كونستانت. اذا ناقص واحد زائد ار سي في واحد على طو يساوي صفر، يعني A يساوي C فوا E و RC على طو يساوي واحد، يعني أن A يساوي C فوا E و طو تساوي R فوا C. طو ديما القواية R فوا C. إذن Q دو T هي C فوا E اللي هي A عامل لواحد ناقص إكسبونونسيال ناقص T على طو. هاي فاهمين؟ فوالا هذا الحل المعادله التفاضليه. لا عندنا المعادله حل المعادله التفاضليه لكن المعادله ديال كي. انا نشوفوا دابا التفريغ، انا التفريغ غادي نخدمو غير بالنسبه لهذه الحاله ديال كي صافي، بحال بحال اس التفريغ اختلف واحد شويه على على الشحن، هذا لا ديشارج التفريغ لا ديشارج. قال لنا عاوتاني الحل، شوفوا الحل A إكسبونونسيال ناقص T على طول، ما كايناش ديك واحد ناقص A إكسبونونسيال ديريكت. إذا غندير لدينا Q زائد RC DQ على DT يساوي صفر، يساوي صفر فاهمين؟ مزيان غادي نجيو نديرو عاوتاني DQ على DT. شنو كيساوي الدي كي على الدي دي؟ قلنا هو الدي ديال A إكسبونونسيال ناقص T على طو على دي دي يساوي A في الإشتقاق ديال إكسبونونسيال ناقص T على طو على دي دي. شنو قلنا الإشتقاق ديال إكسبونونسيال؟ هو ناقص واحد على طو ياك؟ هاي درناها قبيلة، هنا راه ناقص واحد على طو نسيتها قبيلة هي نسيناها، ولكن علاش درنا قبيلة واحد على طو؟ لأن كاينة إشارة ناقص هنا، دابا ما كايناش هاد الإشارة ناقص، يعني الإشتقاق ديال هادي هو ناقص واحد على طو، يعني هي ناقص A على طو، إكسبونونسيال ناقص T على طو، راه كتحيد هاد الإشارة السالبة، كتحيد غير كون كانت هنا واحد ناقص، عاد تحيد، صافي؟ لأن الإشتقاق ديال هاد الإكسبونونسيال هو ناقص واحد على طو، إكسبونونسيال ناقص T على طو. إذا نعوضو غتولي عندنا هي A إكسبونونسيال ناقص T على طو زائد RC مضروبة فاش في الإشتقاق هو ناقص A، هاد ناقص مع الزائد غتولي هنا ناقص A على طو إكسبونونسيال ناقص T على طو يساوي صفر. هنا كنلاحظو عندنا تعميل عاوتاني ياك، باش غنعمل بالـ A إكسبونونسيال كاين هنا وكاين هنا هي. دونك A إكسبونونسيال دائما باش كنعمل هذا هو التعميل ديالي، واحد ناقص RC في واحد على طو يساوي صفر. إذا هنا واحد الخطأ شائع في الإمتحان الوطني كاين اللي كيجي كيقول لك A يساوي صفر، لا راه إلا كانت A كتساوي صفر يعني هذا ما يبقاش، هذا يساوي صفر إلا كانت A كتساوي صفر، ما يمكنش. إذا واحد ناقص RC في واحد على طو يساوي صفر، يعني إيش؟ يعني أن RC على طو يساوي واحد، يعني أن طو تساوي R في C. إحنا لقينا طو، ولكن A كي غندير القاع؟ ما يمكنش نلقاها من هنا A،
في هذه الحالة كنلقاها بالشروط البدئية عند تي يساوي صفر. هذا هو الطريقة هنا هي الوحيدة فاش كندير الشروط البدئية، لأن أ مضروبة في الإكسبونونسيال، ما عمر أتلقاها، أ ديما لاصقة في الإكسبونونسيال، ديما غادية معاه، ما يمكنش تلقاها بوحدها. علاش هنايا لقيناها؟ شوف، حيت هنا كاينة أ عامل لي واحد ناقص إكسبونونسيال، هنا كاينة بوحدها. هنا فاش نشرط، شوف واش نشرط، بقات أ بوحدها معزولة، داكشي اش قدرت نلقاها. أما هنا ما كايناش، أ ديما لاصقة في الإكسبونونسيال، ما يمكنش نلقاها إلا بالشروط البدئية. شنو هما الشروط البدئية؟ كنمشي نعوض تي بصفر، كي دو صفر، نجي هنا نعوض هاد تي بصفر، يساوي أ إكسبونونسيال صفر، إكسبونونسيال صفر هو واحد، يعني هادي تعطينا هي أ، وكي دو صفر هي السيف و أو سي دو صفر. هنا شي شوية حلو معايا دماغكم، العلاقات اللي قلنا قبيلة شناهوما؟ قلنا كي كتساوي السيف و أو سي. يعني إذا كانت عندي في صفر، إذا كانت هذه عند تي يساوي صفر، هذه إذا كانت هي كي دو صفر، هذه غتكون إي سي دو صفر. إذا كانت هذه كي ديال مثلا واحد، غتكون هذه إي سي ديال واحد. إذا كانت هذه كي ديال 20، غتكون هذه إي سي ديال 20. فاهمين؟ دونك دائما كي عندها علاقة بإس. إذا كي دو صفر غيساوي السيف و إس دو صفر. هنا كنهضرو على التفريغ، شوفوا معايا هنا التفريغ، يعني كيفاش كندير المكتف في الأول مشارجي، بحال بغيت نجي نقول لك عندك بيسي بورتابل ديالك مشحون شارجي، باتري ديالو بلان، واش غتربطو مع الضو؟ لا، إلا ربطو مع الضو نخرج عليه. دونك شنو كندير؟ كنبقى خدام به ديك الساعة، كنديشارجي الباتري، كنفرغ الباتري. إذا في الأول الباتري راه مشحون، إذا هاد أو سي دو صفر راه مشارج، يعني أو سي دو صفر يساوي أو، يعني كي دو صفر يساوي سيف و أو، أو هي أقصى قيمة كيتشحن بها المكتف، هي أو. إذا كي دو صفر يساوي سيف و أو، و كي دو صفر يساوي أ. شنو كيعني هذا؟ كيعني منهم بجوج أن أ يساوي سيف و أو. هاي ومن كي دو تي يساوي أ هي سي فوا أو إكسبونونسيال ناقص تي على طو. أحنا لقينا هادي خصها تعاود ياك، لأن فيها شي شوية ديال الخدمة. عند تي يساوي صفر خصكم تلقاوها، تي يساوي صفر عوض تي بصفر، عوض هنا تي بصفر، إكسبونونسيال صفر لأن هنا غيولي صفر، إكسبونونسيال صفر هو واحد، دائما أي عدد أس صفر راه واحد. إذا واحد في أ هي أ، وكي دو صفر هي سي فوا أو سي دو صفر، أو سي دو صفر يساوي أو، لأن التوتر عند تي يساوي صفر، المكتف مشحون، لأن كنهضرو على التفريغ، يعني بديا راه مشحون، فاهمين؟ إذا هي سي فوا، فوالا، دونك هذا حل المعادلة أ تفاضل. نمشيو دابا السؤال خمس. هنا دزنا السؤال الرابع، السؤال الخامس دابا. السؤال الخامس تيهضرنا على طو، حنا عرفنا بأن طو يساوي إغ في سي، لقيناها، حتى إلا ملقيناهاش خصكم تعقلوا عليها. تيقول لك بين أن لثابتة الزمن بعد زمني، مونتخي كو لا كونستونت دو طو أون ديمونسيون دو طو. ممكن صادفوا هاد السؤال بزاف، كنخدمو معادلة الأبعاد. Équation dimensionnelle. On va dire qu'on a fait. Équation dimensionnelle. Donc, ce que tu dis à l'équation dimensionnelle, tu dis à un bout de taux. C'est ce qui s'appelle le bout. Parce qu'on dit, il y a le taux, c'est ce qui s'appelle le taux. C'est le taux. Mais si on dit qu'on dit le crochet, غير كندير بحال هكا تتبقاش قيمة، كيولي بعد، بحال نقولو الوحدة، غنبسطها ليكم بهذا الشكل، رغم أنها تاهي فيها نقاش ماشي وحدة.
يساوي بعد R في بعد C. مهم هي هذه، ما غاديش ندخل في لي ديتاي. بعد طو يساوي بعد R في بعد C، نضربها في بعد C. نتايا هاد الأبعاد منين غتجيبهم؟ من العلاقات ديال جولة المقادير. لدينا شنو كتساوي إي آر؟ إي جات من إي آر ياك، يعني إي تساوي إي في. لما غنكتبش إي آر لأن غنهضر على الأبعاد. إذا إي يساوي إي على إي، يعني أن بعد إي هو بعد إي على بعد إي. من العلاقة ديالها ما جبت شي حاجة من عندي، كلشي دوك العلاقات الربعة اللي عطينا في الأول هما اللي نخدمو بها. فاهمين؟ مزيان. دابا السي، السي كاينة واحد الطريقة كيديرو السي، أنا من صراحة ما كنديرهاش. كاين اللي كيقول أن إي كتساوي سي دي أو سي على الديت، ياك؟ إذا سي تساوي إي فوا دي تي على دي أو سي، يعني بعد سي هو البعد ديال اي في البعد ديال تي على بعد اي سي. انا ما تنبغيش ندير هكا، علاش؟ كنبغي ندير واحد الطريقه اخرى باش واحد كنضرب عصفورين بحجر واحد، يعني في واحد الوقيته نقدر نجاوب على واحد السؤال اخر بديك العلاقه. اما هذه لا، داكشي علاش ما تنبغيش نديرها، وكنفضل انكم ديروا الاخرى. ها هي، شنو كنعرفوا على كي؟ Q كتساوي C فوا UC، و Q تساوي E فوا دلتا T. قبيلة قلت لكم رجع ليها، شي مشكل غادي رجع ليها. هاي شو هاي E تساوي Q على دلتا T، إذا Q تساوي E فوا دلتا T. Q تساوي E فوا دلتا T، صافي؟ هاي إذا نتجو شنو تعطينا؟ C فوا E يساوي اي فوا دلتا تي. غنحتاجو هاد العلاقة أكثر من هاد السؤال هذا. إذا سي تساوي اش اي فوا دلتا تي على اي، يعني أن بعد سي هو بعد اي في بعد تي على بعد اي، وبالتالي غتولي أن البعد ديال طو يساوي شنو البعد ديال اه؟ هو بعد اي على بعد اي. مضروبه شنو البعد ديال سي؟ هو بعد اي في بعد تي على بعد اي. عندنا الاختزالات هنايا، عندنا اي مع اي، اي مع اي، اش يبقى ليا؟ تي. اذا طو تساوي تي، ما توقفش هنا. اذا طو لها بعد زمني، او لا اذا طولها وحده السكوند. دونك طو اين ديمونسيون دو طون، اين ديمونسيون دو طون. هذه الطريقه لا يرضى عليكم، خدموا بهذه لان غادي تلقاوها بزاف في الاسئله الاخرى. صافي مزيان. هذا سؤال خمسة ممكن نلقاو. سؤال ستة، سؤال ستة كيعني استغلال المنحنيات. هنا كندوزو للمنحنى. دابا هنا شوف ترتيب المعادلة التفاضلية. المعادلة التفاضلية كاع المعادلات درناهم بالنسبة للبي سي والاس بي. حل المعادلة التفاضلية درناها، بينا أن طولها بعد زمني درناها. ها سؤال خمس، حدد قيمة سعة المكتف سي واحد للمنحنى واحد علما أن R تساوي 100 أوم. هنا بزاف الأسئلة ممكن نطرحو، غادي نشوفو. هذا أنا خديت نيت هاد المنحنى خديتو من واحد الامتحان وطني ديال الأس بيد. لاحظوا معايا دابا تحديد طو، هاد السؤال هذا فيه جوج أسئلة. تحديد طو ديتيرميناسيون دو طو، طو كنحددوها مبيانيا، طو كنحدوها مبيانيا باش بالمماسات. ها هما لاحظوا المماسات مرسومين، مرسوم ما كترسمش انت المماس، ما ترسموش المماس يكون مرسوم. ها هو مرسوم، شوف المنحنى الاول المماس ديالو في الصفر، والمنحنى الثاني المماس ديالو في الصفر. فاهمين؟ مزيان. كيفاش كنحدو طو؟
هذا المنحنى هذا فيه جوج الانظمه بعدا دو ريجيم. في لاحظوا هنايا التوتر غادي كيتزاد 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 لقيتها كيولي ثابت. شوف هنا حتى هو كيتزاد 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 ان سيغتان طون تيولي كونستانت. يعني هنا عندنا ما يسمى النظام الدائم غادي يخدم في المنحنى واحد صافي. هاهو من هنا منحنى واحد هذا كيتسمى النظام الدائم ريجيم بيرمانون. النظام الدائم ريجيم بيرمانون وهذا كيتسمى النظام الانتقالي ريجيم ترانزيتوار. الا قال لك سمي لي الانظمه ها هما نظام انتقالي ونظام دائم صافي. فاش نقول نظام دائم يعني دائم هاو دائم التوتر دائم هنا ثابته دائما ثابته. نظام انتقالي التوتر غادي وكيتزاد ترانزيتوار كيتزاد فاهمين مزيان. الا بغينا نحدد طو غادي نمسح هذه الانظمه دابا. طو هو تقاطع المماس مع النظام الدائم. الى مشينا للمنحنى واحد هو هذا المنحنى واحد هذا هو النظام الدائم في المنحنى واحد ها هو ها هو ها هو زيد 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 ها هو تقاطع صافي كيتقاطع المماس مع النظام. هاد النقطة هادي هبطها نيشان ها طو هي واحد. إذا تحديد طو مبيانيا طو يساوي واحد ميلي سكوند طو واحدة نسميها صافي لأن المنحنى الأول. فوالا قلنا حديد سعة المكتب حنا شنو كنعرفو على طو؟ نعلم أن طو واحد تساوي R في سي واحد يعني سي واحد يساوي طو واحد على R ونحسبوها واحد ملي سكوند تضرب في 10 أس ناقص 3 نحولها للسكوند R 100 أوم دونك سي واحد غيساوي 10 أس ناقص 5 فراد. إلا قالك بالميكرو فراد غتقول لي هي 10 ميكرو فراد لأن 1 فراد كيساوي 10 أس 6 ميكرو فراد. إلا عوضتي الفراد ب 10 أس 6 ميكرو فراد غتولي عندك هي 10 هادي هي سي واحد صافي. هادو هذا سؤال كلاسيكي توقع بحالو في الامتحانات الوطنية تلقى ليه طوب المماس ومن المماس تلقى سميتو تلقى سعة المكتف اللي هي السي فاهمين. واخا نمشيو على السؤال الاخر. واحد السؤال الاخر نقول لك اودي واش هاد السي واحد كي غتكون سعة المكتف ديال المنحنى واحد مقارنة بالمنحنى جوج يعني قار لي السي واحد مع السي جوج قار لي سعة المكتف ديال المنحنى واحد مع سعة المكتف ديال المنحنى جوج. اشنو كنلاحظو حنايا شوف طو هنايا طو شحال ديال المنحنى واحد هي واحد وطو ديال المنحنى جوج هي شحال هي جوج يعني ان طو جوج اكبر من طو واحد. اذا ار في سي جوج الى عندهم نفس ار بيان سور كبر من ار في سي واحد يعني مشات اختزلات يعني سي جوج كبر من سي واحد يعني سعة المكتف جوج كبر من سعة المكتف اثنان. هنا خصكم تعرفوا ديروا التأطير فاهمين تخدموا بها. دونك قد ما كبرت السعة قد ما كتكبر طو وقد ما كبرت المقاومة قد ما كتكبر طو صافي. هادو أسئلة ردوا لهم البال. كاين واحد السؤال آخر هو مدة الشحن سولونا عليه مجموعة من التلاميذ واحد النهار. المدة الشحن شنو كيقصدوا بمدة الشحن؟ لا ديوري دو شارج هي المدة اللي توصل فيها النظام الدائم يعني المدة اللي كيتشارج يعني صافي. هنا مثلا المكتف تشارج هاهو بلان هاهو. شكون اللي غيتشارج دغيا؟ هو المنحنى واحد المكتف ديال المنحنى واحد دغيا تشارج شوف لاحظوا دغيا وصل للقيمة القصوى هاهي ها مدة الشحن ديالو هاهي من هنا لهنا. شحال مدة الشحن؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة
يعني دلتا تي كتساوي 5 ميلي سكون ياك. شوفوا الاخر فينا هو تقريبا هنايا تقريبا ها مدة الشحن ديال شحال هنا 5 6 7 8 9 دلتا تي هذا دلتا تي 1 دلتا تي 2 كتساوي تقريبا 9 ميلي سكون ياك. هنا كاين واحد العلاقه تنخرج بها بصفه عامه مده الشحن لو طون دو شارج مده الشحن او لا التفريغ التفريغ كتساوي 5 في طو مده الشحن او التفريغ هي 5 في طو. لاحظوا هنا ياك المنحنى الاول قلنا طو تساوي 1 ياك شحال مده الشحن ديالو 5 يعني راه 5 في طو 5 في 1 هي 5 5 المرات طو هي الطو الاولى الطو الثانية الطو الثالثة الرابعة الخامسة ياك. شوفوا المنحنى جوج المنحنى جوج شحال الطو ديالو جوج ياك جوج ميلي سكوند هي. إذن ها واحد جوج ثلاثة أربعة أونص اللي هي تسعود قريبة العشرة قريبة العشرة قيمة تقريبا فاهمين. اذا دائما دلتا تي فهي 5 طو صافي دائما دلتا تي هي 5 طو شحن او تفريغ. الا قال لك دابا من الاسئله اللي كتطرح وطرحات العام اللي فات كيف يمكن تسريع من شحن المكتف الا بغينا نسرعوا الشحن ديال المكتف حنا كنعرفوا ان دلتا تي كتساوي 5 طو هي 5 ار فوا سي. إلا بغينا نسرعوا الشحن المكتف يعني يكون سريع دونك المده كيخصها تكون صغيره باش تكون المده صغيره خصنا نقصوا قيمه المقاومه ما نقصوش السي. إلا نقصنا السي ما يبقى يزدنا المكتف حتى شي حاجه نقصوا قيمه المقاومه. وإلا بغينا نكبروا سرعه ولا بغينا سميتو نبطئوا التفريغ نبطئوا الشحن خصنا نكبروا دلتا تي يعني نكبروا ار ديما عندنا ار هي المعامل ديالنا اولا المعيار ديالنا الختار ديالنا يا اما الا بغينا نصغروا المده خصنا نصغروا ار بغينا نكبروا المده خصنا نكبروا ار. هادو هما الاجابات ديال هاد الاسئله. التعليل هو هكا دلتا تي بما ان دلتا تي كتساوي 5 طو اي ان دلتا تي كتساوي 5 ار فوا سي اذا لتسريع شحن المكتف يجب تخفيض قيمه المقاومه صافي. هادو السؤال الخامس في مجموعه من الاسئله هنايا سي كوكتيل هذا ديال الاسئله هنا في هذا السؤال الخامس. نمشيو نكملوا تتمه ديال السؤال الخامس ولكن في حاله التفريغ. لاحظوا معايا حتى هذا خديته من امتحان وطني ديال العلوم الفيزيائيه هذا. لاحظوا معايا عطاونا المنحنى واحد جوج ثلاثه ثلاثه المنحنيات بطبيعه الحال الاختلاف كاين في الطو ياك. الى عطيتكم هنا ثلاثه المقاومات قلت لكم بان هذا المكتف هنايا عندنا نفس سعه المكتف ولكن عندنا مقاومه اغ واحد كبر من اغ جوج كبر من اغ ثلاثه. يلا كل واحد كل منحنى عطيوه المقاومه ديالو. الا كانت اغ واحد كبر من اغ جوج كبر من اغ ثلاثه ضربنا في السي غتولي اغ واحد في السي كبر من اغ جوج في السي على اساس ان السي ثابته كبر من اغ ثلاثه في السي يعني غتكون طو واحد كبر من طو جوج كبر من طو ثلاثة. شكون اللي عنده طو أكبر؟ شكون اللي عنده أكبر طو؟ هو المنحنى ثلاثة ياك. لاحظوا منحنى ثلاثة شوف إلا بغيت نرسم مماس ها هو المماس باغدو خصو يكون هابط هكا غيكون هنا المماس تقريبا طو هاهي طو ثلاثة غتكون هي طو واحد هي الكبيرة من بعد منها منحنى جوج عنده طو هاهي طو جوج عاد المنحنى واحد طو واحد ديال يعني المنحنى واحد غتكون المقاومة ديالو هي إغ ثلاثة هي الصغيرة فيهم المنحنى جوج هي متوسطة إغ جوج والمنحنى ثلاثة هي إغ واحد فاهمين. يعني اللي عنده مقاومة كبيرة كتكون عنده طو كبيرة يعني مدة التفريغ غتكون أكبر سي بون. هادي الا بغيتو تليو وفعلا كان السؤال هذا مطروح في هاد الامتحانات واخا
نحسبوا نفس الشيء. كيفاش نحدوا الطوب؟ الطوب المماس هو المماس مرسوم تقاطع، اذا الطوب تساوي اغ فوا سي، اذا سي اغ نحسبوا دابا اغ، دابا اغ تساوي طو على سي، يعني اغ تساوي طو اللي هي شحال، واحد في 10 اس ناقص 3 على سي اللي هي 10 ميكرو فاراد، 10 و 10 اس ناقص 6. دونك شحال هادي غتكون؟ هي 10 اس ناقص 5 هي 100 اوم، اغ هي 100 اوم. واه هنا كيتبادل الذهن ديالنا واحد الحاجه اخرى، واش ما كايناش شي طريقه اخرى باش نحسبوا الطو؟ كاينه واحد الطريقه بالمعادله، بحال المعادله هذه، المعادله ديال الحل ديالها هو هذا، نكتبوا لكم هو اي سي دو تي يساوي او اكسبونونسيال ناقص تي لاط، او لا بدون كاع حل عقلوا عليها، كنخدموا صوره طو اي سي دو طو كيساوي 0.37 من القيمه القصويه اللي هي او، القيمه القصويه هي هذه. شنو كدير؟ كتحسب هذه، يعني هي اس سي دو طو كيساوي 0.37، هذه طريقه اخرى باش نحدو طو. نضربها هنا جوج ونص، كل مربع جوج ونص، هنايا تكون 5، هنا 7.5، 7.5 هنا تكون 10، ياك 7.5 نزيدوها جوج ونص هي 10، يعني 10، يعني نضرب هذه في 10 غتعطينا شحال؟ اس سي دو طو هي 3.7 ياك. دونك غادي نمشيو للمنحنى، دونك نمشيو للمنحنى، نمشيو نشوفو 3.7 هنا صعيبة شي شوية، لأن المنحنى مداش على أساس باش تخدمو بهاد الطريقة هادي، كون دابا باش تخدمو بهاد الطريقة تكون 3.7 باينة هنايا. دونك هنا جوج ونص نورمالمون، هنايا جوج ونص يعني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، عشرة على جوج ونص، عشرة على جوج ونص تعطينا هي تساوي 25 ياك، أو جوج ونص باردون على عشرة، سمحوا لي جوج ونص على عشرة هي تساوي 25، يعني كل مربع صغير تساوي 25، إذا مربع صغير يكون ثلاثة خمسة وسبعين، جوج خمسة وسبعين، مربع آخر صغير يكون ثلاثة، مربع آخر 3.25، 3.5، 3.75، ها هي طو هنايا، شتو ها هي ها هي طو، شتو ها هي، هادي هي 3.75 هنا، 3.75 الإسقاط، وبالإسقاط غادي نلقاو طو، تنديرها تنقول مبيانيا طو تساوي 1 ملي سكون، هذا إلا ما عطاوكش المماس، هاد الطريقة كنديرها إلا ما عطاناش المماس، صافي. المنحنى نازل لتحت 0.37، كنضرب 0.37 رجعت لنا المنحنى الفوق، نورمالمون الا كان المنحنى الفوق كندير 0.63، الا كان المنحنى تزايدي كندير اي سي دو طو كتساوي 0.63 في او، بحال مثلا هنا شحال او، هنا 1 2 3 4 4، دونك اي سي دو طو كتساوي 0.63 في 4، بحال 0.63 في 4 2.52، يعني جوج ونص، كنمشي جوج ونص، ها واحد واحد، ها جوج نص هو هذاك، ها هي ها هي طشتو اسقاط، ها الاسقاط هي واحد ملي سكون، فاهمين؟ هذه الطريقة باش كنخدم، يا إما إلا كان المنحنى نحو الأعلى 0.63 في القيمة القصوية، القيمة القصوية، إذا كان المنحنى نحو الأسفل 0.37 في القيمة القصوية، سيبون؟ يلا نمشيو للسؤال 6، أحسب الطاقة الكهربائية المخزونة في المكتف، هنا عندنا في النظام الدائم الطاقة الكهربائية، عندنا طاقة أو كتساوي 1 على 2 سي إس سي أو سي 2، شوفوا معايا دابا، هاد الطاقة هادي إذا بغينا نحسبوها رد البال فين بغاو، حيت هاد السيرة ثابتة، دونك الطاقة عندها علاقة باش بأو سي، بأو سي با، يعني في النظام الدائم إلا جينا لهاد المنحنى مثلا، مثلا منحنى ديال التفريغ في النظام الدائم شحال كتساوي أو سي، النظام الدائم شتو هاو
شحال كتساوي اس هنايا؟ صفر هي. اذا الطاقه هنا تساوي صفر، مثلا في التفريغ اس غتكون كتساوي صفر، اذا الطاقه تساوي صفر. الى مشينا هنا شحال النظام الدائم؟ ها هو شحال القيمه ديال النظام الدائم؟ هي 1 2 3 4 هي 4. غادي نديرو في النظام الدائم اون ريجيم بيرمانون، اون ريجيم بيرمانون UC égale à 4, donc EC est égal à 1,5. مضروبة مثلا C 10، 10 ناقص 6 ميكروفاراد، مضروبة في 4 أو كاري، ونحسب الطاقة. فهمي؟ هذه الطاقة في المكتب على حسب توتر UC. إذا قال لك في النظام الدائم يعني فاش كيوصل قيمة قصوية. فهمي؟ سؤال 7، هادو من الاسئله اللي كيكونوا في الاخر ديال 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 الكيمياء ديال الكهرباء ديال ار سي. اوجد تعبير شده التيار المرفي الضاره بدلاله الزمن. تعبير شده التيار، هنا كاينين طريقتين باش كنلقى. الطريقه الاولى فيها الاشتقاق، غنديرها لكم، ندير لكم جوج طرق. الطريقه الاولى غنديرو في حالة الشحن بيضاء، وفي حالة الشحن كندير كنعرف أن شدة التيار إي كتساوي دي كي على دي تي، ياك؟ دابا على حسب التمرين ديالي من أش بادي، إلا كانت عندنا هاد المعادلة هادي، شوفوا معايا، إلا كانت عندنا هاد المعادلة ديال الشحنة هادي، هادي، هادي اللي لقينا هادي، كانت عندنا هادي غنديرها الإشتقاق. إلا كانت عندنا هادي حتى هي خصني ندير لها الاشتقاق على حسب شنو التمرين باش خدامي ليا، واش عطاوني اس ولا عطاوني كي. إلا عطاوني كي غادي نجي هنا ونعوضها، غتولي عندنا دي سي فوا او عامل لي واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو على دي تي، دونك اي تساوي هاديك سي فوا او ثابتة تخرج اشتقاق ديال واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو على دي تي. اشنو قلنا الاشتقاق ديال اكسبونونسيال؟ هو ناقص واحد على طو مع هاد الناقص عطينا زائد، غتولي عندنا هي سي فوا او نضرب في واحد على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو. ذكروها ديما، اكسبونونسيال ناقص تي على طو هي ناقص واحد على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو الاشتقاق ديالها. دونك اي تساوي سي فوا او في واحد على ار سي، طو هي ار سي اكسبونونسيال ناقص تي على طو. مشات سي مع سي تعطينا اي دو تي تساوي او على ار اكسبونونسيال ناقص تي على طو. هاهي الطريقة الأولى، ها او على ار شيا هو التعبير. الطريقة الأولى. الطريقة الثانية كنبقاو ديما في حالة الشحن، الطريقة ديما فيها الاشتقاق، مفيهاش اشتقاق. كنعرفو حنا أن U C زائد U R يساوي E، ياك؟ إذا U R يساوي E ناقص U C. وشنو هي U C؟ هي Q على C، دونك تعطينا هي U R يساوي E ناقص Q على C، و Q هي أش؟ هي C فوا E عامل لواحد إلى غيره، دالة. دونك U R هي E ناقص C فوا E عامل لواحد ناقص إكسبونونسيال ناقص T على طو على السي، مشات السي مع السي، قلنا إي آر يساوي أو ناقص، نشر هنايا تولي هي ناقص أو زائد أو إكسبونونسيال ناقص تي على طو، اختزل أو مع أو غتبقى ليا إي آر يساوي أو إكسبونونسيال ناقص تي على طو، وشنو هي إي آر؟ هي إر فوا إي يساوي أو إكسبونونسيال ناقص تي على طو، إذا إي تساوي أو على آر إكسبونونسيال ناقص تي على طو. هادي ما فيهاش اشتقاق كاع نهائيا، فيها التعويض. ايوا فهمي، انا كتجي الطريقه الثانيه ساهله شي شويه على الطريقه الاولى بالنسبه لكم، فهمي؟ هذا في حاله كي. في حاله اي سي كون عندنا الداله هي اي سي، وردوا البال الاس بي تي ولا العام اللي فات على ما اظن في العادي عطاوها لهم، لا تذكرت العام اللي فات في العادي تعطات لهم.
هذا الشحن الى عطاونا اي سي كندير اي تساوي دي كيو على دي تي، ولكن دابا ماشي كيو اللي عندنا الدال عندنا اي سي، يعني غندير سي دي اي سي على دي تي وندير الشقاق ديال اي سي. عطينا سي شقاق ديال او عامل لي واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على دي على دي تي اي تساوي هاد او خرجوها تولي سي فوا او الشقاق ديال واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على دو على دي تي. شنو هو هذا؟ هو سي فوا او فواحد على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو، لان قلنا الاكسبونونسيال ناقص تي على طو الشق ديالها واحد على طو ياك، ناقص واحد على طو مع الناقص تعطينا زائد، تعطينا هي اي تساوي سي فوا او على ار سي اكسبونونسيال ناقص تي على طو. مشات سي مع سي تعطينا هي اي كتساوي او على ار اكسبونونسيال ناقص تي على طو. ها هو الحل تبين هذا في حالة الشحن، فاهمين؟ نفس الطريقه نديرو بالنسبه لسميتها الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه هو اننا بلاصه اي سي بلاصه ناقص اي سي كنعوضها ب او عامل لي واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو، هي اي ار كتساوي او ناقص او زائد او اكسبونونسيال ناقص تي على طو. نشرنا مشات هادي مع هادي عطاتنا اي ار يساوي او اكسبونونسيال ناقص تي على طو، ار فوا اي عطاتنا اي يساوي او ار اكسبونونسيال ناقص تي على طو. تمام مزيان. في حالة التفريغ غندير في حالة التفريغ غير حالة وحدة وانتوما تستنتجو الاخرين حيت بحال بحال. في حالة التفريغ كنشد ديشارج عندنا اي تساوي دي كي على دي تي هي سي دي اس على دي تي، اذا اي تساوي سي دي اس هي او اكسبونونسيال ناقص تي على تفريغ. نخرجو او تولي اي تساوي سي فوا او الشقاق ديال اكسبونونسيال ناقص تي على طو على دي تي. دابا الشقاق ديال اكسبونونسيال شنو هو؟ هو ناقص واحد على طو، ما كاينش هنا الناقص هنا تبقى، يعني تبقى ناقص سي فوا او على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو، هي اي تساوي ناقص سي فوا او على ار سي اكسبونونسيال ناقص تي على طو. مشات سي مع سي تعطينا اي تساوي ناقص او على ار اكسبونونسيال ناقص تي على طو. ها هي شدت هي كي دايره هذه، فهي سالبه لان فيها ناقص شو فيها ناقص. نفس الشيء بالنسبه لهنايا قانون اضافيه التوترات في التفريغ ما يكونش يساوي او يساوي صفر في التفريغ، اذا شنو تساوي اي اف؟ اي اف هي ناقص يو سي، دونك اي اف هي ناقص او اكسبونونسيال ناقص تي على طو، اي اف هي ار فوا اي كيساوي ناقص او اكسبونونسيال ناقص تي على طو، اذا اي هي ناقص او على ار اكسبونونسيال ناقص تي على طو. فوالا هادو هي تعبير شده التيار المار في الضرب بدلاله الزمن. هذا هو السؤال اللي ممكن عاوتاني نطرحوه. كاين سؤال اخر، سؤال 8 دابا ما بقاش بزاف قربنا نساليو، بقينا جوج اسئله ونساليو. دونك السؤال 8 تيقول لنا احسب شده التيار المار في الضرب عند بدايه الشحن، بدايه الشحن يعني تي يساوي صفر، فاهمين؟ هنا الا عندك التعبير لقيتيه قبل، حنا لقينا قبل ان اي دو تي كتساوي او على ار اكسبونونسيال ناقص تي على طو، ياك كدير عند تي يساوي صفر بداية الشحن، اي دو صفر يساوي اش؟ هي او على ار اكسبونونسيال صفر، لان الا عوضنا صفر هنايا صفر على طو هي صفر، اكسبونونسيال صفر هو واحد، اذا اي دو صفر يساوي او على ار، ها هو التعبير. وممكن نحسبوها نعوضو او ونعوضو او ونحسبو اي صفر. التفريغ غتكون عندنا اي دو تي كتساوي ناقص او على ار اكسبونونسيال ناقص تي على طو، اذا اي دو صفر يساوي اش؟ ناقص او على ار، غتكون قيمة سالبة او لا عقل عليها نيشان. الا قال لك احسب شدة التيار المار في الضرب عند بداية الشحن ممكن تحسبها نيشان، اي دو صفر يساوي او على او على ار مباشرة، صافي؟
سؤال تسعود. السؤال تسعود دابا غادي يرجع لواحد العلاقه قلت لكم قبيله في الاول الحصه عقلوا عليها، اللي هي اي تساوي كي على دلتا تي. لاحظوا معايا دابا هذا المولد هذا يختلف عن المولدات اللي شفنا قبيله. هذا فاش كتشوف هذا الرمز بحال هكا راه ماشي هو داك المولد الاول، هذا تيعطينا تيار ثابت اي زيرو فاش اي فاش كنمثل ماجيسكول كيعني ان التيار ثابت عنده قيمه ثابته. اي مثلا عطيت انا 0.3 امبير يعني ما عنديش الحق نقول اي تساوي دي كيو على دي حيت التيار فهو ثابت، يعني اي تساوي كيو على دلتا دي. اي تساوي كيو على دلتا دي هذه هي. فاهمين مزيان؟ في هذه الحاله كيكون عندنا المنحنى اس بدلاله الزمن هو عباره عن داله خطيه. هي الى قال لك اعطينا التعبير ديال اس بدلاله الزمن، هنا ترجع تنقول لكم بان غنستعمل العلاقه اللي شفنا في معادله الابعاد. شنو هي؟ اس كيساوي كيو على اس، ولدينا اي تساوي كيو على دلتا تي، يعني كيو تساوي اي فوا دلتا تي. هادشي اللي قلت لكم في معادلة الابعاد تخدموا بها لان غتحتاجوها. دونك اس يساوي اي فوا دلتا تي على اس، هاي العلاقه ما بين اس والزمن. دابا السؤال حدد قيمه سعه المكتف سي، كنحدوها من هنايا غنديرو سي تساوي اي دلتا تي راهي تي على اس. ناخذ جوج النقط ونحسبها. دونك سي تساوي اي عطاو علينا 0.3 مضروبه. دونك ناخذ واحد المده وناخذ اس، ناخذ تي وناخذ اس. متى انا غناخذ هذه يلا تي تي واحد، هاد تي اللي عندها واحد شحال عندها اس؟ اس ديالها شحال؟ هو 3. ونحسب سي ديك الساعه صافي. هاد النوعيه ديال المنحنيات اس بدلاله الزمن ها هي العلاقه ديالهم، هي هادي. خاصك تبدا من هاد العلاقتين هادي وهادي وتلقى السي منها. سي تساوي اي فوا تي على اس وتلقى القيمه ديالك. هذا راه امتحان جزء تمرين من الامتحان الوطني علوم فيزيائي صافي. مزيان اخر سؤال باش نختمو، حاولت ندير فيه كاع المنحنيات اللي ممكن انكم تلاحظوها او تلقاوها. كاين منحنى شدة التيار هذا في الشحن، شحن المكتف شدة التيار غادي وكتنقص بدلالة الزمن. كاين منحنى اي اف في الشحن حتى هو، انا هضرت غير على الشحن، ان اي اف كانت واحد القيمة قصوية وغادي كتنقص كتنقص حتى الصفر. وكاين منحنى ديال كي في الشحن كذلك غادي كيتزاد حتى القيمة. شتي هاد المنحنى بثلاثة بثلاثة المنحنى كيف ما عطاو عليكم. شوف كيف ما عطاكم منحنى في الامتحان الوطني ما تخلعوش منه. حنا فاش كنخدمو المنحنى تنخدمو بواحد بعض المعطيات فيه خاصة. شنو هما؟ كنخدمو هنايا، شوفو هنايا قيمة قصوية شتوها هاهي، كنخدمو بالقيم القصوية هاهي هي 100. هذا في النظام دائم، يعني الشحنة القصوية كي ماكس كتساوي 100 ميكرو كولوم. هذا راه جبتو حتى هو امتحان وطني ديال علوم فيزيائية 2019 الدورة العادية. يقدر من هنا وعاوتاني حاجة أخرى ممكن نجبدو منو هي الطو. الطو شحال كتساوي؟ الطو هي 1 ملي سكون. هاد المنحنى شنو ممكن نجبد منو؟ حتى هو في اخ قصوية ولكن عند تي يساوي صفر، في اغ ماكس ولكن في تي يساوي صفر ياك، لان انا قصوية ماشي في النظام تاعي في صفر، هي 6 فولت. ونجبد منو طو، ها هي هي تقريبا شحال؟ تقريبا هي 3 ملي سكوند. ها
هذا شنو موجود منه اي زيرو ها هي قيمه قصويه صفر هي 2 ملي امبير ملي امبير هي الوحده ممكن تجبد منه الطو هي شحال هي 13 ملي سكون هادو هما اللي ممكن تجبد شنو واش ممكن نحسب حنا كنعرفوا ان الضوء هي ار فوا سي ممكن نحسب ار ممكن نحسب سي كي كي قبيله شفناها كي هي كي ماكس قلت لكم هي سي فوا اي ماكس اللي ان كي هي سي فوا اي سي اذا كي اي ماكس هي سي فوا اي ماكس يعني كي ماكس هي سي فوا او اقصى قيمه كيتشحن بها المكتف هي او يعني من هذه العلاقه ممكن جبت سي ومن هذه انا حسبت سي من هنا من كي ماكس ممكن نحسب ار من طو هنا U R هي E طو هي R فوا C ممكن نحسب غير من هنا هي إي زيرو ولا شفناها دابا إي زيرو شنا هي هي E على R ممكن نحسب R وهاد طو هي R فوا C ممكن نحسب منها C يعني هادو هما القيم ديما أنت كتشوف المنحنى ديال شنو القيم اللي عندو قصوية وطو قيمة قصوية وطو هادشي اللي كتجبدو من المنحنيات دونك هذا هو الاسئله اكثر تكرارا في الامتحانات الوطنيه ديال ار سي ثنائي القطب ار سي لخصت الدرس كله في هذه الاسئله هادو حاولوا تشوفوهم وتخدموهم مزيان وتخدموا التمارين عليهم راه هادو هما الاسئله اللي ممكن ان يطرحوا لكم بالنسبه لكم اس بي تي او بي سي دونك نتمنى يكون استفدتوا من هذا الفيديو هذا غادي يكون ان شاء الله فيديو اخر ديال ار ال الاكثر الاسئله الاكثر تكرارا في الاف ال حتى هي نحطها بين ايديكم هذه الايام ان شاء الله دونك الى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الزملاء ديالكم اللي عندهم مشاكل في ثنائي القطب ار سي